بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. إذا نرحب بتلاميذ الثالث إعدادي في تصحيح التمرين الأول من درس الحساب العددي خلال الموسم 2015-2016. إذا نبدأ على بركة الله بالسؤال الأول، أنشر ما يلي. دونك السؤال هذه تمارين هي تمارين تطبيقية فقط، وفيما بعد سوف ننشر تمارين توليفية أو تمارين للبحث والتعمق. إذا نبدأ الآن بهذه التمارين، نبدأ بالسؤال الأول. إذا النشر، الحالة الأولى ناقص، هي بسيطة جدا، ناقص 2 في 2 إكس ناقص 1، إذن تساوي القاعدة تقول أنه ك في أ زائد ب تساوي ك أ زائد ك ب، إذن تساوي ناقص 2. إذا بغيت ما تغلطش دير كما كان دير في هذا العدد بالإشارة نتاعو جوج إكس، دونك موجب إذن تبقى جوج إكس، كندير زائد ما خسر والو، كنهز هذا العدد كامل هو ناقص 2 في هذا العدد به بالإشارة نتاعو ناقص واحد. الإشارة اللي كتكون قبل من العدد هي الإشارة نتاعو، تفخين ما نغلطش إلا مشيت بهالطريقة. أنا ندير زائد نطبق القاع الخاصية، كتقول زائد هذا الناقص اللي هنا راه نتاع الواحد كيمشي معاه، بحال إلا عندي زائد ناقص واحد، بحال إلا هنا عندي زائد ناقص واحد، لأن إلا عندك زائد ناقص أ كتساوي ناقص أ، صحيح يعني ناقص أ راه هي زائد ناقص أ. إذن تساوي ناقص 2 في 2 إكس، عندنا الناقص في الموجب عندنا سالب، 2 في 2 هي 4 إكس، إذن هنا 4 إكس، ثم زائد مع ناقص تعطينا ناقص، مع ناقص تعطينا زائد، يعني ناقص 2 في ناقص 1 تعطينا زائد 2، إذن سالينا النشر. الحالة الموالية، 3 في إكس ناقص 1 ناقص 2 في 1 ناقص إكس تساوي، مخسرين والو، 3 في إكس زائد نكتب زائد ما خسر والو، 3 في هذا العدد هو ناقص 1 كنكتبو به بإشارته، ندير زائد ما خسر والو، هنا عندنا ناقص 2 في 1، دائما نكتب زائد باش ما نغلطش، زائد هنا ناقص 2 ناقص إكس، وكنهز العدد بالإشارة نتاعو الله يرضي عليكم. إلا خدمت هكا راه عمرو نغلط عمرو ندوخ بهاد القاعدة، 3 إكس دائما ندير زائد ونزل العدد بالإشارة اللي قبل منه، أي عدد الإشارة اللي قبل منه هي إشارة نتاعو، 3 في ناقص دونك زائد 3 في ناقص 1 الموجب فيه سالب يعطينا سالب، يعني ناقص 3، ثم ناقص في زائد يعطينا ناقص يعني ناقص 2، ثم ناقص في ناقص يعطينا زائد يعني زائد 2 إكس، إذن تساوي 3 إكس زائد 2 إكس هي 5 إكس، ثم ناقص 3 ناقص 2 هي ناقص 5، سالينا. طيب إذن هي 3 إكس ناقص زائد 2 إكس هي 5 إكس، ناقص 3 ناقص 2 هي ناقص 5 هي هذيك، صحيح. إذن حنا بغينا نعلمكم واحد التقنية اللي عمرو تغلطوا فيها نهائيا، إذن 1 على 2 إكس حل القوس، 2 ناقص 4 إكس ناقص 2 في ناقص إكس أس 2 زائد 1 على 2 إكس، إذن أمور جد جد بسيطة ما عندي حتى شي مشكل، تساوي الخطوة الأولى نضرب هذا العدد في هذين العددين، يعني 1 على 2 إكس في 2، دائما ندير زائد ما نخسر والو، 1 على 2 إكس في هذا العدد بالإشارة نتاعو ناقص 4 إكس، ندير زائد ما نخسر والو، ناقص 2 في ناقص إكس في 2 نعرفي، ندير زائد دائما زائد ناقص 2 في 1 على 2 اكس، صحيح تساوي، لاحظوا دائما كندير زائد وكنكتب الزوج، لان ملي كيكون الضرب يمكن الاختزال، ملي كيكون الضرب يمكن الاختزال، هذه هي 1 في اكس في 2 على 2، تمشي 2 مع 2 تبقى اكس، زائد 1 على 2 في اكس في ناقص 4، دونك الزائد مع الناقص غيولي ناقص اولا، الضرب كنخدمهم كاملين في دقه واحده، لان ا في بي في سي هي سي في بي في ا بحال بحال اللي سبقت، انا عندي الضرب 1 على 2 في اكس الضرب هنا نقدر، دونك اولا ناقص في زائد يعطيني ناقص، هذه قاعده ياك، الزوج مع الربعه تختزل يبقى الزوج الفوق، و اكس في اكس هي اكس يساوي 2، متفقين؟
ساليت مع هادي نمشيو عند هادي ناقص في ناقص عطيني زائد جوج في اكس اس 2 هي جوج اكس اس 2 كملت مع هادي ناقص في زائد عطيني ناقص الزوج في الواحد على جوج هي واحد جداء عدد ومقلوبه هو واحد دائما دونك هذا يمشي مع هذا يبقى لنا ناقص اكس اذا النتيجه النهائيه اكس ناقص اكس صفر مجموع عددين متقابلين ا زائد ناقص ا كتساوي لنا صفر او لا ا ناقص ا هي اكس مع ناقص اكس صفر ناقص 2 اكس 2 زائد 2 اكس صفر اذا صفر النتيجه هي صفر واضح نمشيو عند الحاله المواليه 1 ناقص اكس في 2 زائد 3 اكس تساوي اذا نتعلموا الله يرضى عليكم التقنيه دائما زائد كما قلنا والعدد كيمشي به بالاشاره اللي قبل منه الواحد عنده زائد اذا من ما كتكونش اشاره كتعني زائد بحال اللي عندي زائد 1 يعني 1 في 2 زائد ما نشوف والو 1 في 3 اكس زائد ما خسر والو دابا كملت مع الواحد نمشيو عند ناقص اكس زائد ناقص اكس في 2 زائد دائما ناقص اكس في 3 اكس دائما دير زائد تساوي واحد دابا الاسبقيه الضرب كنكمل ملي كننشر كيبقى عندي الاسبقيه الضرب وكنضرب واحد في زوج زوج زائد مع زائد تبقى زائد واحد في 3 اكس هي 3 اكس ناقص مع في زائد هذا جوج يعني راه زائد جوج في ناقص عطينا ناقص زوج في اكس هي زوج اكس ياك ناقص مع زائد عطينا ناقص 3 في اكس هي 3 اكس اس 2 اذا النتيجه النهائيه زوج وحده 3 اكس ناقص زوج اكس هي زائد اكس ناقص 3 اكس اس 2 نمشيو عند الحاله المواليه الوغ 3 في 1 زائد 2 اكس في اكس ناقص 4 ثم ناقص 6 اكس في اكس ناقص 1 تساوي اذا هنا عندي جوج ديال عمليات النشر اولا نشر هذا 3 في هذا الشيء هذا اذا نخلي الاقواس لان هذا فوقاش كنخلي الاقواس ملي كيكون واحد التعبير مضروب في تعبير اخر بالكامل إذن هذا التعبير مضروب في هذا التعبير بالكامل إذن يجب ترك الأقواس لحقاش هذا الشيء كله من ديك النتيجة اللي لقاها هنا كاملة غنضربها في هذا إذن مادام كاملة نديرها بين قوسين 3 في 1 هذه نشرها بسهولة هي 3 3 زائد 3 في زوج إكس هي 6 إكس زائد 6 إكس هذه سهلة في إكس ناقص 4 مازال ما كملتش النشر هنا ناقص دابا هنا ناقص بغيت ندير زائد ندير زائد دائما كما باش ما نبقاوش نغلطوا ندير زائد هذا العدد تهز به بالناقص نتاعو ناقص 6 إكس في اكس زائد ناقص 6 اكس في ناقص 1 كيتهز العدد بالاشاره نتاعو دائما ندير زائد دائما 3 في اكس زائد ما خسر والو 3 في ناقص 4 زائد واخا تكون ناقص هنا ندير زائد زائد 6 اكس في اكس زائد 6 اكس في ناقص 4 مزيان الوغ هنا ناقص مع زائد لان هذا في اكس اكس موجب ناقص سالب تعطينا ناقص 6 في اكس فيكس هي 6 اكس اس 2 هنا ناقص مع ناقص ولي زائد 6 اكس في 1 هي 6 اكس صحيح امور واضحه تساوي 3 اكس 3 في ناقص 4 هي ناقص 12 موجب سالب عطينا سالب 6 اكس في اكس هي 6 اكس اس 2 6 اكس في ناقص 4 هي ناقص 24 اكس ناقص 6 اكس اس 2 زائد 6 اكس تساوي الوغ 3 اكس زائد 6 اكس هي 9 اكس ناقص 24 اكس وما هي 9 اكس ناقص 24 اكس هذه ناقص 6 اكس اس 2 زائد 6 اكس اس 2 صفر ناقص 12 اذا النتيجه النهائيه هي 9 اكس ناقص 24 اكس دونك عندنا كيفاش كنحسبوا هذه العمليه هذه كنشوفوا اشاره الاكبر الاكبر سالب اذا نديروا ناقص الفرق بين 9 و 24 هو 15 اذا ناقص 15 اكس ناقص 12 اذا سالينا
عاود الله يرد عليك الحساب. القاعده هي هذه، عاود الحساب وشوف واش هذيك هي ولا لا. دونك الحاله المواليه 3 في اكس اس 2 زائد عفوا ناقص لور فين هي زوج اكس زائد 4 ناقص زوج على 3 في 9 اكس زائد 9 على 2 اكس اس 2 تساوي اذا 3 في اكس اس 2 زائد 3 في ناقص زوج اكس زائد 3 في 4 زائد ناقص زوج على 3 في 9 اكس زائد ناقص زوج على 3 في 9 على 2 اكس زائد 2 إذن تساوي 3 اكس زائد 2 ما عندي ما ندير لها تبقى هكاك زائد مع ناقص تولي ناقص 3 في 2 6 اكس ثم 3 في 4 12 كملنا مع هذه 9 على 3 3 تختزل تبقى ناقص 6 اكس 9 مع 3 تختزل و 2 مع 2 تمشي تبقى لنا ناقص 3 اكس زائد 2 الوغ هي هذيك صافي هذيك اذا النتيجه هي هذا مع هذا صفر متقابلان ناقص 6 اكس ناقص 6 اكس هي ناقص 12 اكس زائد 12 إذا النتيجة واضحة صحيح؟ دونك 3 إكس زائد 2 ناقص ألور تمشي تبقى 3 إكس زائد 2 دونك أنا 9 تبقى لنا 3 في 2 ناقص 6 إكس ألور هنا ناقص صافي هذيك صحيح؟ إذا سالينا السؤال الأول السؤال الثاني السؤال الثاني ناخذ صفحة أخرى ألور عمل ما يلي السؤال الثاني هو التعميل وكذلك سؤال بسيط جدا إذا جوج التعميل نبداو بالحالة الأولى إكس أس 2 ناقص زوج إكس تساوي العامل المشترك دائما في التعميل كنبحثو أولا العامل المشترك ثم المتطابقة هامة هل هنا عامل مشترك؟ نعم بطبيعة الحال هو إكس حقاش إكس 2 هي إكس في إكس دونك إلا عملت بإكس بقى إكس وهنا إلا عملت بإكس بقى جوج صاي سالينا الحالة الثانية 3 عفوا هاد 3 راه مكايناش هاديك غير نتاع أنا غير هربت تماك يعني هنا اكس اس 2 ناقص 6 اكس زائد 9 اذا شنو تساوي هذه اكس اس 2 هي اكس اس 2 عندي ما ندير لها 6 هي 2 في 3 يعني 2 اكس في 3 9 هي 3 اس 2 دونك هنا عندي متطابقه هامه رقم 2 الى عندك ا اس 2 ناقص 2 ا بي زائد بي اس 2 هذه كتساوي لنا أنا ناقص ب الكل أس 2 دونك هادشي اللي عندي إكس أس 2 زائد 2 في إكس في 3 زائد 3 أس 2 يعني إكس ناقص 3 الكل أس 2 دونك هادي هي متطابقة هامة اللي عندي إذا صافي عملت حالة ثالثة إكس أس 2 ناقص إكس إكراك إذا العامل المشترك هو إكس هنا إلا عملت بإكس تبقى إكس ناقص إكراك الحالة الرابعة إكس ناقص 1 زائد 3 إكس في إكس ناقص 1 العامل المشترك هو إكس ناقص 1 لكن هنا نوضح إكس ناقص واحد الأولى نقدر نكتبها إكس ناقص واحد في واحد زائد 3 إكس في إكس ناقص واحد إلا عملت بإكس ناقص واحد هنا غيبقى لي واحد وهنا تبقى لي زائد 3 إكس دونك هذا هو التعميل إذن الحالة الأخيرة إكس وسيتنا ناقص زائد عفوا إكس ناقص 6 تساوي إذن أنا طلب مني التعميل إذن ضروري التعميل خصني نعمل لأن طلبوه مني الا لاحظت انا واش كاين شي عامل مشترك لا يوجد اي عامل مشترك هل هنا متطابقه هامه لا توجد اي متطابقه هامه هنا واضح اذا في هذه الحاله نلتجئ الى طريقه اخرى وباش نطمئنكم هذه الحاله راه قليل فين كيحطوها لكم يعني نادرا ما تحط في الفرض او في الامتحان يعني ما تخافوش منها ثانيا من ناحيه اخرى هذه الحاله ليست صعبه ولكن تحتاج الى وقت اطول الى وقت اطول اذا كيف نقوم بهذه العمليه لاحظ معي مزيان اذا نحاول نقسم هذا الشيء اللي عندي هنا غنحاول نقسمه متفقين اكس اس 2 باش تولي لي متطابقه مع ناقص 6 بحال غنولي نرضى اكس اس 2
ناقص 9. هات ناقص 9 درتها من عندي نزيدها، نقص 9 وزد 9 عندي الحق. نقول لك علاش، زائد اكس ناقص 6 هادو واضحين متفقين، نقص 9 وزد 9 من عندي، اذا الامور واضحه. علاش نقص 9؟ باش تكون عندي متطابقه هامه، باش نعمل هاد الاكس وزد 2، هاد الاكس وزد خصني نعملها، اذا غنعملها تساوي هنا اكس وزد 2 ناقص 9 هي 3 وزد 2 خليها ابار، زائد 9 ناقص 6 هي زائد 3 زائد اكس، هاد 9 ناقص 6 هي 3. انا نقص 9 وزد 9 من عندي باش نجبد متطابقه هامه، باش نخرج متطابقه هامه رقم 3. ا و 2 ناقص ب و 2 هي ا ناقص ب في ا زائد ب، يعني اكس ناقص 3 في اكس زائد 3 زائد هذه هي اكس زائد 3، 3 زائد اكس هي اكس زائد 3 بحال بحال ياك، ونقدر ندير فيه واحد عندي الحق، لان اي عدد فيه واحد كيبقى نفسه. اذا كما كتلاحظوا دابا بان ليا العامل المشترك صحيح. اذا شنو هو العامل المشترك؟ هو اكس زائد 3 في اكس ناقص 3 زائد 1، لان انا الا عملت بك زائد 3 شنو يبقى هنا؟ يبقى اكس ناقص 3 وهنا يبقى زائد 1. اذا النتيجه النهائيه هي اكس زائد 3 في اكس ناقص 3 زائد 1 هي اكس ناقص 2، اذا صافي عملناها. واضح؟ اذا ملي كيقول لك عملها راه خصك تعمل، ماشي تقول اودي راه 80 غلط ولا، راه خصك تعمل ضروري تعمل متفقين. وممكن يكون 80 غلط، ولكن الا كان 80 صحيح خصك تعمله. الوغ في هذه الحاله راه كاين امكانيه التعميل. كيفاش ندير نستخرج هذه الامكانيه التعميل؟ انا وريتكم، كنحاول نقلب على متطابقه هامه رقم 3 ومن بعد كيكون عندي عامل مشترك اوتوماتيك مكيبان. الا ما بانش عامل مشترك راه لا يمكن التعميل، اذا انتهى التمرين والله يوفقك.